الرجل طفل كبير، التصقت هذه الصفة بالرجل منذ زمن بعيد، فالرجل يحب من يداعبه ومن يلاطفه بشرط ألا تصارحه المرأة بأنه طفل صغير. فإذا صارحت المرأة الرجل على أنها تعامله على أنه طفل صغير كشفت عورته. غالبا المرأة التي تنجح في التعامل مع الأطفال غالبا ما تكون ناجحة عندما تتعامل مع الرجل. المرأة أم ترعى طفولة الرجل، وأنثى توقظ رجولة الرجل، وابنة تستسير أبوة الرجل، وصاحبة يشكي إليها الرجل أفكاره وهمومه. هكذا إذا تعددت أدوار المرأة كأم وزوجة وابنة وصاحبة، كلما نجحت في حياتها الزوجية وكلما تقلصت أدوارها واقتصرت فقط على أنها زوجة، بحث الرجل على كل ما هو جديد وكل ما هو جذاب وكل ما هو مثير.